نعم مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده وحلقه استثنائيه اليوم من برنامج واحد من الناس في ساحه التحرير قلب العاصمه بغداد. ثوره تشرين الذكرى الاولى لشهداء ساحه التحرير، الذكرى الأولى للمطالبة بالحقوق، الذكرى الأولى لتحديد المصير، الذكرى الأولى لنريد وطن. بالتحديد أنه بساحة التحرير وهذه الجموع الغفيرة اللي موجودة اليوم في ساحة التحرير اللي الآن ما زالت أيضا في توافد مستمر لهذه الساحة، وبالتالي أنه لابد أن نذكر بموضوع مهمة ألا وهي التجدد أو تجديد المطالبة بالحقوق، وتجديد المطالبة بالحقوق لأنها حقوق مواطن وحقوق وطن. وبالتالي 17 سنة أو 18 سنة من الأحزاب ومن الكتل السياسية ومن ضعف القانون ومن ضعف الخدمات وتقديم الخدمات للمواطن، أصبح اليوم المواطن ما عنده سوى أن يتظاهر ويطالب بحقوقه. وظاهرت الناس ووقفت وقفة مشرفة في هذه الساحة، وبالتالي لحد اليوم أنه الناس تطالب وتعيد المطالبة بالحقوق لأنه ما كل الحقوق هي تحققت، لكن جزء من الحقوق تحقق بحسب الناشطين وبحسب المواطنين اللي كانوا أو ما زالوا بساحة التحرير. خلينا نعطيكم لقطة عامة عن التحرير وعن وضع الساحة وعن الناس اللي موجودين اليوم بالساحة، وبالتالي حتى نقدر نسولف في مواطنينا الأحبة المتظاهرين اللي موجودين بهذه الساحة. احنا بصراحة تواجدنا ميداني، وعليكم السلام حياكم الله. والتواجد الميداني هو السبيل الوحيد لإظهار الصورة بكل تفاصيلها وبكل روحها. اليوم السلام عليكم جميعا، قواكم الله، الله يبارك فيكم ويسلمكم. اليوم السنة الأولى ونص من المطالب تحققت ونص بعد، لو شنو السالفة؟ الناس بعدها تريد تتظاهر. قاطعتك في البداية، تحياتي لإعلامكم لتغطية هذه المناسبة. الله يسلمك، كلكم واجب إن شاء الله، كلكم أصول. اليوم الرحمة والغفران لشهداء ثورة تشرين المباركة، ثورة تشرين، هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم، الرحمة والغفران لهم، والخزي والعار لقتلة المتظاهرين. اليوم عندنا أمر حقيقة أسهل للمتظاهرين، وأسهل ثوار ثورة تشرين، وأسهل ثوار كل المحافظات. اليوم الأمر وهو من تولي مصطفى الكاظمي ولحتى هذا اليوم، الوعود كثيرة، وأنت إعلامي وأدرى مني بكثير من الأمور التي تروق في أروقة الساحة السياسية، تدور في أروقة الساحة السياسية. اليوم الأمر هذا أصبح يعني معيب، لأن أنت باعتبارك أنت يا سيادة الكاظمي انت رجل دبلوماسي، والدبلوماسي عيب، يعني يفتري على الشعب ماله عيب، حقيقة عيب، لأن صار ست اشهر أوعدت المتظاهرين يكشف قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى المحاكم، هاي ماكو، تقديم الخدمات للمواطنين هاي ماكو، كشف الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكم والقضاء العراقي هاي هم ماكو، كثير من الامور. يعني اريد اعرف، يعني هو بس ترويج اعلامي بس حكي؟ مو احنا شبعنا من الحكي، 18 سنه ما كفاكم؟ ما انتم تستحلوكم؟ ها 18 سنه يا اخي العزيز، ويل 18 سنه عذاب، 18 سنه قتيل، 18 سنه تهجير الطرف الاخر، 18 سنه تفليش المحافظات الغربيه، 18 سنه بطاله. انت تدري وانت اعلامي، انت تدري 5 ملايين يتيم عندنا بالعراق، هاي احصائية منظمة اليونسكو، وفي زيادة 4 ملايين وربع عاطل عن العمل، 480 معمل ومصنع ومنشأة معطلة بالعاصمة بغداد،
باستثناء المحافظات. هاي اذا كل معمل ومصنع ومنشاه يستقطبون 200 عامل الشغل لها 4 ملايين عامل. ولكم انتم اريد اعرف اللي يطلع يطالب بحقه قلتوا عليه بحثي. دقيقه اسمح لي من لطفك. يطالب بحقه قلتوا بحثي. هسه دعنا من احترق روحه بالبحثيه، اريد هيك اقول. ها؟ عمي اهدوا حذوهم. فعلا. اهدوا حذوهم، هاي جسور، مجسرات، الطرق، الوزارات اللي قاعدين بيها نجمت عليكم، القصور، ها؟ مو كلها بزمن نظام صارت، هذا محمد القاسم، كلها جسور، كلها طرق. انتم ايش سويتوا؟ ايش سويتوا؟ والدليل على ذلك هذا مستوصف الامن الداخلي هذا اقبال بازير خالة الجيلاني من 2006 ولحد الان هيكل بنايه قديمه كانت حلوه منظمه طاحوا بيها وفلشوها ليش؟ لان يريدوا يسرقون وسرقتهم هذا البوق المشرعن يسمونه. خلنا ارجع لك شويه اعوف الموضوع الخدمات واحشي بموضوع الريد وطن. الوطن اذا يعني بالخدمات يعني بالتعيينات الوطن لو يعني بنى تحتيه الوطن لو شو تريد؟ اخي انطلاقه تشرين رادوا الناس رادت ناس عزل ناس ملت ناس تعبت 18 سنه انتم تفترون على الشعب العراقي ها؟ كلها تخدير اعصاب وكذب وماكو كل مشاريع والبطاله واحتقالات وارهاب وقتل ها حكومه دمويه حكومه قمعيه ها عمي طلعت الناس ضاجت ملت تريد وطن كافي كل شيء ما رادت الوطن تشتري الوطن لان هم باعوا الوطن حقيقه باعوا الوطن ومن هذا المنبر الكريم اقول لهم انتم حكومه فشل وحق الله انتم حكومه فشل ما بيكم اصلا زين انتم فرعان العصر بكتونا باسم الدين منكم تبرع علي ومنكم تبرع عمر وحسين ثورة وشرف منكم تبرع حسين منكم تبرع الحسين ومنكم تبرع علي ومنكم تبرع محمد وعساكم وساحة السوداء لحوتكم وعسانا لا شفناكم ونعلة الله عليكم وعلى أمريكا جابتكم وعلى إيران. تحياتي لقناتكم اليوم نجدد العهد لثورة تشرين المصادفة 25 أكتوبر عام في الذلة وعدم تحقيق المطالب والخدمات. احنا عراقنا اليوم أصبح مبيوع للدول المجاورة، خيراتنا منهوبة من قبل الساسة. فأنا كتبت قصيدة وأقول أنا ثائر مع الثوار، قدوتنا أبو الأحرار، بعد الفتنة والعار ضاع الوطن يا ثوار، ردنا وطن وعمار سلمية بلا مقوار. أنا ثائر مع الثوار والساسة عكس الأخيار، أنا ثائر مع الثوار أمضي بدرب الأبرار. آه من ظلم الحقير دمي ينزف بالتحرير، آه من ظلم الجار قاتل مع سبق الإصرار. صبرا صبرا يا ثوار للحق رجال بافتخار، يا عراقي لا تحتار وطني وأهلي منار، وطني وأهلي منار. شكرا جزيلا. حياك الله. شوف المطالب ما تحققت ولا جزء من المطالب جماهيري ما تحقق، لا فرص عمل ولا حرية ولا أمان. هذا كل فاقدين الشعب العراقي، وأي واحد يقول الحكومة كذا يدخلونه تهمة 4 إرهاب. هسه بالطريق المحافظات منعوها من الدخول، المنشآت منعوها وراحوا ركبوا بغير سيارات وجو اللي هنايا قسم منهم. وهذا شنو معناته؟ محاربة الحرية، محاربة الرأي. هو احنا شو مسوين؟ خما معتدين على القوات الأمنية، بالعكس القوات الأمنية هي تحمينا، وهو ابن بلدي واخويا. هم اخوتنا مو غربهم. ابن بلدي واخويا مو غريب. بس احنا اللي نقول اللي قتلوا المتظاهرين هم ذولا معتدين المندسين الغاشمين. تحياتي لقناة. الله يساعدك عمي، قواك الله. عساك ما تعبان. ان شاء الله مو تعبان. الله يبارك فيك ويسلمك. اليوم تجدد التظاهره والثوره. الناس تقول ما تحققت المطالب، والمطالب هوايه. وجزء من المطالب يقولون هذا لازم يتحقق. تفضل. جايك انا جايك. والمطالب هوايه. هسه
شنو هي المطالب؟ شو تريدون؟ مظاهرات نفسها الأولية لو تغيرت؟ المطالب نوجه كلامنا للسيد رئيس الوزراء والمسؤولين. أول شغلة يهتمون بالشعب من ست نواحي. الناحية الأولى إيجاد فرص عمل للعاطلين. اثنين، إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. ونحن نشكر عبد الوهاب الساعدي، هو اللي حرر، هو أدنى ولدنا معتقلين وأبرياء، ونريد من الله سبحانه وتعالى، وهاي الحكومة تلتفت على هذا الشعب المظلوم الذي كل بيت بيه 5 و6 ولا شغل ولا عمل. أحسن ما يصير قتل بالشوارع، وأن الله يهديهم على هالشعب هذا المسكين اللي لا حول ولا قوة. بلد الخير والنفط، يعني الدول مو أحسن من عندنا، ليش صار بينا الظلم؟ ونريد الأمان، ونريد العمل، فرص عمل أكو موجودة بس ما تتحقق. فإن شاء الله نسأل الله الهداية لهم وأمة محمد، وإن شاء الله كل أمة محمد بخير. تحياتي. سألت أنا وقلت أنت احترضت، لأن قلت المطالب هواية أني، أنت قلت لا المطالب ماكو هواية، المطالب 1، 2، 3. شنو المطالب؟ مثل ما قال الحجي قبل شوية، لو أكو مطالب أخرى. بالبداية الرحمة والخلود لشهداء العراق، ثورة تشرين، ثورة أكتوبر العظيمة المجيدة، والشفاء العاجل لجميع جرحانا، قوات أمنية، حش الشعبي، متظاهرين كلهم، والمرضى الراقدين المصابين بوباء كورونا. ننتقل لمطالب الشعب العراقي المشروع اللي كفلها الدستور أستاذ محمد بالمادة 38 من الدستور العراقي، حياة كريمة وسكن ملائم والنفط والغاز والثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي، وتسن بقوانين. مو أنا الحاجيها بعد خالك، خلي يسمعني مصطفى الكاظمي، هو مو يقول أنا رجل قانون، مو يقول أنا رجل دستور، مو أنا اجيت واجبي أسمع لكلام الشعب. أنا دا أجي وياك بالدستور بالقانون، لا نازل على الترابوي ولا سايق 160 على التبليط، دا أجي وياك وعدة وحدة. أعطيني مالاتي أميلاتي، أعطيني اللي كفلن الدستور، واخذ البقيات فرهدوهن، صح لو غلط. اعطوا حياة كريمة للمواطن، واعطوا سكن ملائم. بربك بنبيك 2020 العالم قاعدة إيجارات، أنا قاعد إيجار 400، لا راتب لا وظيفة، سيقول قام يطلب مطالب خاصة. أنا واحد من ملايين الشعب، لا راتب لا وظيفة لا رعاية اجتماعية، مسجل عاطل العمل، ما يقبل يعطوني راتب. والله أنت ما مشبون، عمري 43 سنة، ليش شاب مو ابن العراقاني؟ هاي الشباب شنو ذنبها؟ عفنا اني اني تحس وحده من المشاكل اللي خلت الثوره تكون بهذا الشكل؟ اكيد هاي وحده. الشغله الثانيه مصطفى الكاظم، انت البارحه من تطلع بخطاب للمتظاهرين، ليش ما توجه للاحزاب الفاسده؟ للبرلمان. ليش ما توجه للكتل الفاسده اللي تقاسمت الكعكه؟ هم دي يعترفون، مره خصتك، هم دي يعترفون. النائبه ما اقدر اذكر اسمها قالت هي كعكه، كل من ياخذ مالاته ها، واللي يبقى من الكعكه يشمرون على الشعب. يعني ليش؟ يعني هذا العراق، تعرف شنو العراق؟ العراق ابو الخير ابو النفط، يعني ثرواته وين قاعده تروح؟ يعني مصيبة كارثة، ويريدون الشعب يبقى ساكت، يريدون الشعب ما يتظاهر. ليش ما يتظاهر الشعب؟ خلنا أخدمك، ليش ما يتظاهر الشعب أستاذ محمد؟ ليش؟ الظروف ما يتظاهر. كلامك أنت إعلام ومثقف، وأني مو مثقف عمي، أنا جاي من الشارع. كلامي أنا كلامي دستوري قانوني ومو دستوري. قانوني أنت طالب بأشياء للمواطن. أعطونا مالاتنا وميلاتنا على قولة أهلنا، اللي كفلن الدستور شنية؟ حياة كريمة وسكن ملائم. اعطونا، دخل كورونا للعراق بالشهر الثاني، خلي يطلع لي نائب مسؤول وزير، هو رئيس وزراء مصطفى الكاظمي، خلي يطلع يقول انا ساعدت عائلة بدفع ايجارها، خلي يطلع لي نائب يقول انا ساعدت عائلة بدفع اجور المولدة. ما حد، كل من يقول يا جيبي، مو يا روحي، يا جيبي. يعني الحياة صعبة أستاذ محمد، والشعب هاي الشباب خطية. شنو هذا شاب؟ تعال عم، شنو الشاب؟ شنو ذنبه؟ عمره 19 سنة 20 سنة، لا وظيفة لا راتب، شو تكمل مستقبله؟ أنا 43 سنة لحد الآن قاعد إيجار، ما عندي مستقبل. أنا جهالي صاروا شباب،
ليش ليش يعني ليش يعني بسألهم يعني يعني بسألهم والنسوانهم والجهالهم والعمليات التجميل خارج العراق هذا حق يعني ما حتى لا الله ولا محمد ولا علي أبو الحسن هذا علي علي هذا اللي شهر سيف على الباطل شهر سيف على الباطل وما قبل بالباطل يعني يعني تبوا تقتدون بالإمام علي زين والجماعة يقتدون بال خليفة عمر وينكم انتم من عندهم ماكو عمي كل شيء ماكو زين الله يساعدك يا حبيبي اول شيء السلام عليكم وعليكم السلام احنا ثورتنا لاجل الشهداء ثورتنا لاجل الشهداء اليوم من قال الكاظمي احنا لازم نحاسب قتلة المتظاهرين وهذه واحدة من النقاط الأساسية اللي حتى المتظاهرين طالبون اكو شيء ملموس ما شفنا اي شيء ملموس اليوم عبارة حكومة الكاظمي ضحك على الذقون وانا اقول انا اقول انهض يا وطن ضم جرحك وقوم وسجل هالمواقف بالدفاتر خلصت العمر كل ساعة تابوت شعبك جسد واحزابك خناجر حرقه وكل شبيك يريدك تعيش شي جبر بعد كسر الخواطر يومي الفجر تندهن والروح بثوابك نوقف نوزع مناحر نفس الطف رجع والخيمة والموت الفرق بينات دوست حوافر ومن دوروا كل شو بظلمة الليل لقوا بخيامنا بس الضماير بعد لازم يرد حقنا من الأحزاب القصيبة انقصت قبال العشاير بعد لازم يرد حقنا من الأحزاب القصيبة انقصت قبال العشاير وإحنا بيا عصر كل مغرب نموت ندور وطن لو نحفر مقابر المشاعر مو فقط بوجوهنا الدور حتى جروحنا ينسفن مشاعر نفس هذا السلاح البيد بالبيت كتلنا اليوم ويشيعنا باكر كتلنا اليوم ويشيعنا باكر الله يحسنك السلام عليكم عيني وعليكم السلام اول شيء اشكر قناتكم الموقره احنا بخدمتك وهذا واجب الله الله يحفظكم الله يخليك الله يبارك طبعا ذكرى ذكرى سنويه سقوط اليوم نعيش وضع حزين مع الاسف نقول انت كاظمي حتى الان ما شفنا شيء من عندك ملموس طلعت انت مؤتمر حتى تحاسب قتلة المتظاهرين انت تقول اني رجل مهني ما لك علاقه بالاحزاب اوكي احنا وياك كون كلامك صح مو فقط اقوال نريد افعال احنا نريد حكومات السابقه كم دوره راحت ما قدموا شيء انت جيت يعني دائما تطلع تقول انا صريح بكلامي سوف احاسب سوف احاسب احنا ما نريد بس كلام الشعب العراقي ما يرحم احنا ان شاء الله ما نريد اليوم تعليق حتى يسقطون شهادة تكون مظاهرات سلميه لازم تكون سلميه لان العراقي ما يرحم الشعب العراقي طيب ما جاي يتونس نريد حقوقه انا هسه مثلا انا اطلبكم اريد حقوقي انا من نحكي الى حق عندكم اعطينا حقي حقي من النفط هو وما دافع من جيبك يا اخي شنو الاردن احسن من عندنا الامارات احسن من عندنا هذول يشتغلون صح ما يبقون شوف هسه طلع ايران اقتصادها تعبان شوف ايران هسه كابات مستمره ووضع حزين احنا ليش هيجي هو هذا البوق من وراء الفساد مالكم داعش طب من وراء البوق مالكم يعني هسه والله العظيم الوضع اساني بالنسبه لي اقول الحمد لله شكر هسه ما محتاج شيء بس يعني شوف الناس يعني من تشوفهم تبكي على حالهم تبكي على حالهم والله العظيم جدي جدي يعني يجدوا ينادوا بالشارع يعني ماذا انتم يا الحكومه هذا مسؤول حل ترى مو زينه شكرا حياك الله بس دقيقه شباب بس خلي انا بخدمه خدمتك رحم الله والديك استاذ انا محتقل طلعنا 2019 شهر 12 احتقلت بتقريبا 17 بالشهر طلعت 2020 لما طلعت الظاهر صاحبة ثلاث شهداء فلما طلعت الظاهر طالب تعيين طالب حقوق هسه جاي الظاهر ما طالب لا بحقوق ولا بتعيين ولا بشيء اطالب بس رجعوا له مستمسكات على مود سافر غير دوله لان العراق هسه هذا صار مو الحال اي فقير ولا الحال اي عراقي نروح لغير دول يستقبلونا بالصلوات وثاني شيء ينذلونا من مطالبنا من كل شيء فالمهم انا اطالب هسه رئيس الوزراء وكل انسان خير اطالبه بس كودين سلم المستمسكات مالته لان المستمسكات عند دوله بلواء السابع
بلواء السابع والله العظيم قسما بالقران والله العظيم انا احكي لك صديق المستمسكات مات بلواء السابع زين شلون اذكر انا اسماء جاي المستمسكات مات بلواء السابع هم عسكر صغار جسر صدام الكبير على يدك اليمنى احتقلت منا من ساحه التحرير روح على يدك اليسرى يصير منا اكتب له رقمك وطيل مصطفى خذ رقم الاولى حبيبي لا دقيقه الله يبارككم انا من البدايه مال المظاهرات بالبدايه موجود انضربت على المتحقي انا طالب من مصطفى الكاظمي وخوش انسان وطيب انا عندي دعوه خاصه على احمد عبد المجيد الساعدي مدير التقاعد العامه انا متقاعد ومسجون 6 سنوات ما مسلم ولا فلس وفلوس ما مخول اي شخص موجود عندي كتاب رصاصه موجود هنا عندي ويعمل موجود واختلس من عندي 36 مليون احمد عبد المجيد الساعدي وهسه هو احمد عبد المجيد الساعدي التقاعد وتشوف شغل شرطي ابتقاعد يقول لي اللي جهه عليا موجوده مدير جهه رحت عليه رحت الايات رحت الايات مدير تقاعد واطلب من مصطفى الكاظم بدي اسمعنا السلام عليكم يا اخي انا من هنا رحت طلعت بساحه التحرير لحقتنا عصابه كسرونا وظلت سنه كامله نايم بالفراش والله والدور لحقوني بالبيت ها ظلوا يجون من ورا 12 الناس ملثمه ما اعرف ايش الدورة خليته وشلت من بيتي وهسه لحد الان قاعد يلحقوني والله يقول لي شنو طالب بحقك قلت له هذا حقنا ونطلع به ونطالب بحق الشهداء هسه ايش ما رد بعد بس الدم الشهداء شاب كذا الكاظمي اعطينا نصره الله حتى ما رد مني ياما بحيطار بالاخير كلش عيد هسه بعد ما اقدر اشطب منهم سنه قاعد وحتى هسه ما اعطونا قطعوها علينا صار 4 اشهر تحياتي الله يكون بالعون الله يسعدك يوم بالخدمه شلونك يوم بعد قلبي يوم ابني من المظاهرات خضر من المظاهرات خضر من اول صار له سنه بالمظاهرات يظاهر كل شيء ما حصلنا من المظاهرات وتالي ما تالي شالوه منا من المظاهرات هاي ما تدري ايش خيمته عباس تروح ما رجع ما عاد خضر تهمه بالمخدرات سووا تهمه مخدرات علي كودني الظاهر هو اناشد الكاظمي انه بوا على حاله وما عندنا هو بس هو المعين استاذ والله حتى معذبينا وكاتلين حتى اظافرش خالعيها يعني شي يريد يقول يقولهم انا عندي مخدرات طبعا يحترف بعد من الكتل استاذ من الكتل والله العظيم اناشد تواصل وياه لو ماكو تواصل عندنا تواصل وياه اي عندنا حاليا هو بش هسه بالنهضه سجن النهضه زين دعوه مالته شنو بس مخدرات؟ مخدرات استاذ، وحتى سووا له تحليل استاذ قالوا يتعاطى طلع تحليله نظيف. ولحد الان متشلبين به استاذ. وصلت الناس وصلتي النتيجه وياهم لو ماكو؟ ماكو، محاميه لطفت بينا وشافت حالتنا، حطينا هاي المحاميه قالت اسويها لا الله الكم. قالت تتواصل وياه. والنتيجه والله استاذ قاعد قصار له ايش قصار له تقريبا؟ من اول يوم محرم استاذ. استاذ ناشد الكاظمي يباوع على حالنا والله العظيم ما عنده حد بس هو والله وابوه رجال مريض وتعبان والله قاعدين باجار والضمي حالنا استاذ اللي اقدر عليه انا بخير حتى يعطينا رقمك بعد الله يوفقك يا يمه برنامج والله برنامج شلونك حبيبي؟ مرحبا رشيد الله يسلمك اليوم تتجدد التظاهرات وضع المتظاهرين شنو اكو ناس طالب بحقوق واكو ناس تقول لك لا والله انا طالب بموضوع الفساد وغيره القضاء على الفساد يعني هواي شغلات مو يعني احنا شو نريد احنا نريد اصلاح البلد نريد الناس تعيش بكرامه فعندنا قصيده اجونا بوجه ثاني بغير هندام مبدلين كل ذيك الهتافات دبسكم ما شبحتوا نريد نرتاح يا معودين رحمونا الشعب مات ابو العشرين ما يملك لعشرين وعدنا ام الشهيد بلا عشت بات امس جبتك تكثر خبز للناس ما منتخبك تكثر حمايات ابنك كل صبح للمدرسة يروح وانا اطفالي تخبش للنفايات قبل الحكم غرقتونا بالخير بشرفكم بالحكم هاي الانجازات
تجيب الأجنبي والشغلة مرتاح، وأنا ابن الوطن قاضيها صفنات، همكم تنهبون الوطن للجير، بحزبكم كلها كذابة الشعارات، باكر لو تدق علي كل باب تجيب حجة الشريف تدور أصوات، شاويلك أمس مو صحت معتاج، ما مديت إيدك يا أبو كرتات، من نريدكم كلكم تغيبون تطلعون بس بالانتخابات، ترى كل شن عرف والناس عرفوه، ليش هو بالأمس راح عن النفطات، دبسكم بس بعد لا تحشون بالدين، محمد بري من هاي الشوكولات، محمد بري من هاي تحياتي وسلام للأخ حبيبي. حبيبي أنا خادم، خادم بالخدمة يا حبيبي، الله يساعدهم. شلونك عمي؟ هلا بعد عمك، الله حبيبي. سلام عليكم. عليكم نشكر وجودكم بساحة الأحرار. رسالتي أوجهها إلى الحكومة وإلى الكاظمي، احذروا من الحليم إذا غضب، ترى الشعب العراقي بنبضة من نبضات الحسين، سكتنا هواي وقضيتوا ويانا لجان ولجان 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 تسويف، اكو مغيبين في الخضراء، اكو مغيبين في مطار المثنى، اكو مغيبين في الصحراء هاي الصخر، ليش ما تلزم الحيتان تقبش الزوري الزغار؟ شو انت جيتنا اول مرة فرحنا بيك وكان املنا بيك، انت اكو مشكلة حدثت، انذبح مدير شركة كوريا ولا حكيت ولا قلت، وانت تعرفه زين من الذبحه، الذبحه القنصل الكويتي ها واثنين من ساده البطاطه بالبصره تعرفهم كل الزين، الهاشمي تعرفه كل الزين، المالكي الى يدبي هو عبد الصمد الصمادعي زين، سبايكر وين دماهم؟ انت اللي انطيت الانسحاب، انت اللي انطيت يا مالكي، انت اللي انطيت الموصل وصلاح الدين وثلث العراق وصلتهم الى بغداد، لو ما الغيارة والنشامة ورجعوهم، ايران كافي بلعت العراق من 17 سنة وهسه جاي طالبين بخمس مليارات، ايران كافي، ايران بس، والكويت والله نجيكم مشي، والله نجيكم مشي، كفوا عن مشروع الفاو الكبير، يحدث إن شاءت هذول الأحزاب العملاء أم لم يشاءوا، يحدث ترى نجيكم مشي، والله والله نجيكم مشي، ونخليكم تطفرون على البعران، أنتوا شنو بالنسبة لنا العراقيين؟ أنتوا منو؟ أنتوا منو؟ ليه طبوا ساعتين عليكم؟ والله غلطوا على هسه البلد، يا لجي حركة، تركيا تحركة، السعودية تحركة، الكويت تحركة، ليش؟ ليش ماكو سياده بالبلد؟ هو انا بدي اسالك ليش هاي هذه الدول كلها تتدخل بشؤون العراق؟ لانه ماكو سياسه، لا. لانه ماكو قانون يحكمهم، لو لانه ماكو رد يرد. لا لا لا، اولا هؤلاء السياسيين كلهم موظفين مجندين لدى امريكا وايران واسرائيل وتركيا والكويت، يعني مو رجال سياسه ابني انت، لا لا لا، هاي وحده، هاي وحده يدفعون لهم فلوس دفاتر وسقطوا سيادة العراق، بس ما يدرون الشعب هو السيادة، الشعب هو مصدر القانون، هذول متوهمين، هم متوهمين الشعب هو مصدر الدستور، هو مصدر السيادة، إنهم يوم الطب العالم لو ملايين تنكتل، أنت شايل سلمية سلمية وثلاث مرات سلمية، نعم تشوف المظاهرات اليوم بالاتجاه السلمي، لو أكو مشاكل منا ومنا سلمية سلمية سلمية، وإن يكن هذا من دستهم الأحزاب، دستهم الأحزاب بين الأحرار، هذول الشباب تعرف بي من اتصلوا؟ اتصلوا بشعلان أبو تشان، هذول الشباب اتصلوا بثورة الـ20 أحرار وأبطال. تحياتي وسلام لك عمي، والله يطول، شكرا لك، شكرا، الله يساعدك، يا مرحبا بقناة ساكو.
ان شاء الله احنا كعراقيين موجودين شباب، خاصة للشباب، ثورتنا شبابية، احنا الشياب الموجودين احنا دعم لهم، لكن هاي الثورة شبابية واللي راحوا شهداء بالنسبة لساحة التحرير وبالساحات الاخرى هم شباب من اجل حقهم ومن اجل العراق العظيم. احنا بالنسبة لليوم 25 اكتوبر هو استذكار للشهداء، يعني لازم اللي يدخل ساحة التحرير ما يدخل المداس، وانما يذب مداس ويمشي، لان هاي ساحة التحرير بها دم شهداء. هذول الشهداء ضحوا بانفسهم بارواحهم من اجل تحقيق امانيهم، من اجل حقوقهم المشروعة المسلوبة. واحنا دائما مسوين مظاهرات في اي مكان، لان موجود الفساد في مؤسسات الدولة، فالشباب الموجودة هنا هم ان شاء الله يقيمون الدولة الجديدة. احنا 25 اكتوبر تعتبر ثورة ضد الفساد، وان شاء الله هاي الشباب الحلوة الموجودة اليوم وبعد يوم. شوف نعم، شوف هذا ها، واحنا شوف هذا الشاب معتقل، وانما الدولة يعني حكومة الناشطين كليتهم اعتقلوهم، الناشطين غيبوهم، السجون انتلست، احنا ردنا وطن ما ردنا سجن. هذول شبابنا هسه بالسجن، من راح يطلعهم؟ هاي الشهداء عوائلهم من راح ينطيهم؟ احنا بالنسبة لنا كعراقيين موجودين بساحة التحرير من اجل حقوق مشروعة حسب الدستور، واحنا موجود. شوف هؤلاء في تماتي من اجل حق مشروع، وهاي يعني هاي الشباب اللي ضحت. الشباب الله يساعدك حبيبي. الله يحفظك. شلون عافيك؟ الله يستر عليك. فقد بتاريخ 2/12 2019 ولحد الان ما نعرف اين مصيره، ما خلينا من ساحه التحرير، ما خلينا لا مطارات، لا مطار بغداد، لا مطار المثنى، لا مستشفيات. لحد البارحه احنا ندور بالمستشفيات وما اين مصيره. اريد مصيره هذا الشاب، اريد مصيره. وين مصيره؟ ما وصلت توجيهات امنيه عليا بوزاره الداخليه مثلا؟ اي بكان ماكو، اي بكان ماكو. أريد مصير هذا الشاب، مريض بداء السكة المزمن، يضرب انسولين خابط وصار. الله يفرج عن جميع المحتقلين، ومصيبة. مصطفى الكاظم بخرات صراحة. تحياتي لك يا حبيبي. بعد قلبي الله يحفظك. الله يساعدك استاذ، الله يساعدك. يعني احنا احسن بلد بالعالم، ورئيس الوزراء هسه مصطفى الكاظمي احلى صلاحية مطينة. ليش استاذ؟ عندنا مقدسات، عندنا نارين، عندنا ارض، عندنا نفط، يعني حالنا حال دول الخليج. دول الخليج يعني الامارات صحراء، روح شوفه، روح للسعوديه، عندنا نبي واحد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد، عايشه جده حلوه مدينه، انا رحت له والله العظيم. زين العراقي يعني احنا بلد متاخر، الصراحه متاخر. ليش متاخر؟ السفراء مال العراق ما جاي يقدم شيء للعراق، يعني السفراء مال دول الخليج جاي تشتغل يا استاذ. هو ما يعني مصطفى الكاظمي ما مسوي خطه قويه. هسه قل له يابا 1 2 3 ليش يعني احنا والله العظيم دعم له بالساحه لو ماكو استاذ. يعني احنا نريد تبديل سفراء مال العراق، 20 عام ما قدم شيء للعراق، لا قدم مستشفى من دوله، لا قدم جسر، لا قدم تبليغ، لا قدم مدرسه، لا قدم. يعني ليش؟ لان ليش الدول جاي تقدم تشتغل؟ الكويت، السعوديه، عمان. احنا مو محسوبين على الخليج، احنا مو دولة محسوبة على الخليج. ليش هذا التأخير؟ التأخير ضياع الأموال، ضياع على. يعني احنا عندنا أرض كبرى، أنا قاعد بالإيجار ما عندي قطعة أرض. ليش؟ أوزع قطع أراضة هاي الصحراء، كل محافظة أعطيها قطعة أرض، كل مواطن تعال أنت عليك البناء أنا أعطيك قطعة الأرض 50%. يا أستاذ عندنا نهرين نستورد بضائع من برا، عندنا نهرين هاي الأرض أزرعها تعدادنا لو 100 مليون نعيش. لا عاد الاردن شو تقول؟ ما عاد مي، شو تقول الاردن؟ مصر شو تقول؟ لا عاد نفط، لا عاد هاي. يعني دول لازم يغير، يودينا انتخابات مبكره، رئيس جديد لازم يجي يسوي ذني. يعني البلد متاخر صار، الناس هسه تنتخب، الانتخابات جايه، الناس تنتخب لو عايفه هذا الموضوع مال الانتخابات على صف. راح تسوي 99.1%، 99.1% ليش راح تنتخب؟ ذيك الانتخابات صارت 20%. يا ولد قل له يابا تعال انتخب، يقول لك انا حكومه 20 سنه ما قدمت لي شيء. سراق البلد، يعني عندنا سراق البلد، يعني مصيبه كبرى.
يعني مصطفى كارم ابو كان ما توجه كلامك للشعب العراقي، وجل مجلس النواب، مجلس النواب ما قدم شيء، 20 عام ما قدم شيء. هذا الجسر هو هذا النظام البائد بنا، يعني احنا خلصنا من النظام البائد وحروب داميه، نطب النوب بحروب ويا الشعب والبرلمان؟ ما يصير يا استاذ، ما يصير. وصلونا صوتنا للعراق، والله يرحم شهداء العراق واهل العراق، جيش، شرطه، مظاهرات، حشد، الله يرحمهم كلهم. رحم الله والديك. الله يسعدك حبيبي. السلام عليكم قلبي. الرحمه والمغفره لشهدائنا الابطال. احنا نطالب الكاظم ان يحاسب القتله، قتله المتظاهرين، شو وقت يحاسبهم؟ لا حاسب قتله المتظاهرين، لا حاسب الفساد الحرامي الكبار اللي سرقوا خيرات البلد، صار 17 سنه نفس العراق من اسوأ البدايات، ولازم ماكو بدايات، صار 5 اشهر يعني يريد يشتغل بليل ويوم يبين شغله، هسه كل شيء ماكو، لا بين شغله، لا حاسب حرامي، لا حاسب لا مجرم، لا حاسب لا سارق، هذا البلد وين رايحين به؟ زين هاي اطفالنا شلون راح تعيش احنا؟ البلد انتهى، لا شغل به، لا عمل، لا فلوس به، زين البلد مطلوب بال 170 مليار، زين هاي البلد هاي البلد جاي يقرضن، المن جاي يقترض؟ زين ما عنده، زين مين يزيد؟ زين احنا جيالنا راح تبقى مطلوبه طول العمر، مطلوبه للدول العراق، هذا العراق ابو الخير. وين جاي تروح فلوسه؟ الموانئ، وين جاي تروح هاي المليارات؟ من جايبوكه؟ حرامي ما تقدر تحاسبه، حرامي يعني ما تقدر تشيله وذبه بالسجين، تخافون منهم ما تحاسبونهم؟ قادرين ما تحل المواطن الفقير تكون على ظهر النهار كله لازم عليه الشوارع، لا يقدر يشتغل، لا شاف مستقبله، زين شلون؟ الناس لا عاد بيوت، لا عاد، هاي الاراضي الواسعه، هاي اللي كلها وزعها المواطن، هاي الاراضي الواسعه المن متروكه؟ المن؟ يعني المواطن من ياخذها تصير عزيزه؟ من هسه انتم تاركينها لا تعطون الفلوس للعالم، لا تعطون شغل، لا اكو مستقبل، زين احنا وين نروح؟ احنا بشر. حبيب قلبي، حبيبي احنا جاي نحكي على اعلى سلطه بالبلد. حبيبي احنا جاي نحكي بصوره عامه، احنا جاي نحكي بصوره عامه، البرلمان كل شيء ما قدم، البرلمان اي حبيبي انا جايك بالحكي، البرلمان كل شيء ما قدم للبلد، زين بس يلغوا رواتب، واستاذ تفضل واستاذ راح يجي واستاذ وعايرين باستاذ والبلد بنتهي، زين هذا البلد شلون راح يصير نهايته؟ كافى عاد، كافى عاد، البلد انتهى، وين تردون بالبلد يعني؟ الارامل اليتامى شلون تعيش العالم؟ جاي جدي عالم قامت انت عمي يدري كاظم لو لا يدري البرلمان لو لا البشر وصل الى حد الانفجار، الوضع قام لا يطاق، زين البشر قام ينتحر يعني يعلق روحه بالمشنقه يرجع يخلص، يخلص من هاي العيشه البائسه، كافي كافي. يعني انا صار لي مواليد 80 انا وصل الشايب حجي، كل شيء ما شفت من هذا البلد، جيت بحروب وشبيت بحروب وهسه راح انتهي بالحروب، زين انا شو وقت اخذ حقوقي؟ زين هاي الشباب وين تروح؟ يريد يتزوج ابنان، ما انا عندي 5 بنات، زين انا شلون انا هاي من عايشها هاي وراي؟ زين انا صار لها هاي عمرها 40 سنه وكل شيء ما قابض من هذا البلد، زين شو وقت اقبض انا؟ ايش بقالي؟ ايش بقالي قد اعيش؟ زين ماكو ترى هيك يعني حياه، هاي عيشه وحياه بائسه، كافة عادي يعني. الارامل وين تروح؟ اليتامى ناس عندك فلوس يسوون لك راتب، هاي طرقاعه، فوق ما هو عنده فلوس وعنده قطع بيوت وسيارات يسوي له راتب من رعايه، وانا ما عندي راتب رعايه. هذا باسم عبد الزمان طلبت اقابله ما قابلني، ها لا عندي راتب، انا لا اقدر اشتغل، عندي زلاق، عندي سوافان، مو بس لي بصوره عامه شبابنا صار اصبح عنوسه هواي، لا ناس تتزوج، ليش؟ فلوس على مود الفلوس، معتزين بيها هاي الفلوس بكامينا للحرامية تلعب بيها. الله يسعدك يا حبيبي. الحجي 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 الله يسلمك، الحجي نموذج نموذج كلش بسيط بالنسبه لهاي العالم العايشه. نموذج كلش بسيط، اكو ناس حالتهم اتعب، حالتهم اتعس، هي جره قلم، لو تحل البرلمان ونخلص ونرتاح ويرجع الحكم جمهوري، لو قل للعالم خل تطلع غير دوله، طلعوا شلون بنغلاديش جايه هنا؟ انهج اي انهج، انهج شوف لنا غير دوله. بعد ليش وقت يعني؟ هاي دم الشهداء راحت، دم الشهداء راحت. او اكثر يطلع من طوره ويحكي حكي مو حلو، بس هاي مو اخلاقنا، اخلاقنا انتم تعرفوها وشفتوها بساحه التحرير. البرلمان 360 نائب، كل نائب ياخذ 40 مليون كله حرام، ويجي واحد كذاب ابن هو يعرف ابن من يحكي على العالم، يحكي على المتظاهرين شي ذيل شي جوكريه،
وشي ما ادري ولد السفاره. يعني ابن السفاره يطلع على مود يعيش خب عليه من بعد طالع اذا السفاره تصرف عليه. فاحنا وصلنا لمرحله هاي المره تعال حجيه تعال تعال تبدي انت تحكي هاك هاك مو قلت لك انا الحج اللي حكى هسه قبل شويه نموذج نموذج كلش بسيط عنده شو اسمه بعيونه نزيف كل ابره يضربها ب 200 الله شاهد علي ما عندنا بيتنا بالصدريه وبقواقع علينا والجراديه والعقارب ماكلتنا كفيلك هذا الله وعندي عندي ولد وين ما يروح يشتغل يقول ماكو شغل عنده بنيه وعنده مره وماكو وتعال على بيتنا وشوفه بالصدريه بس قول بيتهم حيدر والله العظيم يعني يعني شتاء مطر يدق علينا بالغرف والله العظيم اكو احد التفت لهيج حاله وهمينا هاي حاله همينا حاله من ملايين الملايين همينا حاله كلش بسيطه هاي اكو حالات والله تبكون عليها والله والله تبكون عليها يعني يعني قول لي بس سؤال واحد الكاظموي انت جبت القتله القتلاو بساحة التحرير ولا حاسبت ولا سوى شيء البرلمان قاعد ياكل ويشرب وملايين وكلها وكلها كل رواتبهم حرام كل رواتبهم حرام وياكلون طليان بالنذريه ومدحين الاطفال بالشوارع يلمون قواطي واولاد الشهداء كلهم وين راحوا؟ دا يقدون يا الكاظموي قلت انا اطلعهم وما طلعتهم لو طلع لي الفضائيين هذولا حاج هذولا ماكو دفاع قول لهم ايش قد عندكم فضائيين؟ حاج الداخليه ايش قد عندكم فضائيين؟ كلها رواتب وكلها مال الفقره. قاعدين ياكلون يشربون هنا بالخضراء. وهاي وحده من هاي عمي هاي وحده من هاي العالم. هاي المره خلي باعون يا الكاظم يباوع باوع الملايين تاخذوها. رجلها ما عندها ابره. حرام عليكم الله ينتقم من عندكم. تحياتي لك يا حبيبي تحياتي لك عمي الله يساعدك هسه هسه حجيه التظاهرات سنه كامله اكثر من 500 شهيد والاف الجرحى وهذه السنه يعني الناس تشوف انه تقول لك بلكي الله خير بلكي الكاظم بي لزمه وبي خير وترجع الحقوق ويحاسب الفاسدين الان اللي سمحته هسه الناس حتى ما راضية على أداء الكاظمي وتفاصيله بالتالي المتظاهرين اليوم شنو موضوعاتهم شنو المطالبهم الأساسية نفس المطالب الأساسية الأولانية لو مطالب تغيرت هسه هي نفس المطالب ما بها أي تغيير ربما هو مرشح غصبا عن الكاظمي بس هو يعتبر من المنظومة الفاسدة بدليل أنه هو كان بحكومة الكاظمي وكان مدير المخابرات العامة يعني أو الخاصة بعدين من كانوا القناصين يضربون المتظاهرين والملثمون يقتلون المتظاهرين أين كان الكاظمي؟ مو كان هذا دوره أنه رجل المخابرات يكشف لنا عن القناصين يكشف لنا عن اللي يخطفون المتظاهرين ما سواها الآن لا حد يذرر مال بالعيون ويقشمر الشعب العراقي سوف نكشف المتظاهرين هاي صار له 5 أشهر خلي يلزم لي واحد رغم ذلك هو صار له لإزالة الإعلان الاغتيالات موجودة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ريهام انقتلت بزمنه وهاي ناشطين انقتلوا بزمن الكاظمي ما كشف لنا واحد وشام الهاشمي قتلوه ما حد عرفه وين مدير صحة باب قتلوه مدير ما حد طلع وراه ولا حد كشفهم هم منظومة سياسية فاسدة وعصابات وهذه ليس كتلة سياسية هذه عصابات سياسية استولت على مقادات البلد ونمت خياراتها من واحنا كناشطين مدنيين وكشباب ثائر نريد نخلص العراق من فكي واشنطن وطهران وهذه الميليشيات الموالية لإيران كوما تحجر ولا هذا الجار سبب دمر العراق هي إيران والميليشيات الولائية فنطالب نستمر بالتظاهر حتى احقاق الحق لأن دولة فاشلة اكو دولة بالعالم بها ضباط دمج
اكو دوله بالعالم بها 4 ملايين نازح، اكو دوله بالعالم بها 2 ملايين امي، اكو دوله بالعالم بالقرن 21 بها مدارس منطيم، اكو دوله بالعالم بها 60 فصيل مسلح راجع عن الدوله. شنو الصح سوينا اياه؟ يعني التعليم، الجامعه المستنصريه شهاده 78 تصنيفها بالعالم 17، هسه 256. التعليم هدره، الصحه ماكو، تعليم ماكو، كهرباء ماكو، الصناعه الوطنيه موتوها، سوونا النفط باعوا خور عبد الله، وقفوا ميناء الفاو، سووا ربط سكك الان يحملون العراق من البحر، شسووا يعني؟ ناس مخربين، هم ذول عندهم برنامج نفذوا علينا، ما نستقبل منهم اي شيء، لجان اقتصاديه، عندك مزاد البنك المركزي، مزاد البنك العمله، هاي كلها تهريب لايران، بنوك لبنانيه فاشله فصلوها. جت العراق سوت 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 مصارف هنا وقامت تاخذ عمله صعبه العراق. هسه يدور بين المتظاهرين لو هذا بس كلام هذا لا هو احنا طلع هذا طلعنا احنا كل احنا ما شيء طلعنا ما شيء لان الشباب تاهت العراق ضاع واذا رجع العراق الى دور العرب القيادي العراق ارتمى في دول ابسط دوله قامت جاره تشيننا. هذا العراق كبير، العراق دولة محورية بالمنطقة، هو كان يجوز السياسة الخارجية بالمنطقة، الآن العراق أصبح مهمش، يجي قرار بالخارجي ينبذه، هذا مو هاي مو دولة. تحياتي لك يا أخي. الله يسعدك حبيبي. الله يسعد أخوي، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك ويسلمك، سنة كاملة بدمها، بوضعها، بانتهاكاتها اللي موجودة، بقناصيها، بأشكال والوان صارت بهاي الساحة. الناس اليوم تستذكر هذا العام. وتستذكر هذه اللي صارت. سألت قبل شوية قبلك نفس المطالب لو تغيرت لو شنو الموضوع؟ نفس الكثافة المتظاهرين لو قلت؟ لا والله بن المطالب هي ما تغيرت ونضاف عليها مطالب، واحد منها مطلب الدوائر المتعددة، يريد البرلمان يقروها دي يسوفون المطالب. هسه تعاركوا من وراء متنازع عليها كركوك والموصل، بعدهم الحبايب بيناتهم متعاركين ديدون يحلوها، هاي وحدة. واحنا نطالبهم بالدوائر المتعددة، هاي وحدة. اثنين، المطالب هي ما تغيرت وما صار شيء تصور بيه قوي، بس جاء مصطفى الكاظم ويصعد برأس المتظاهرين وانطى هاي مال عين ذول الكفاءات الدراسات العليا، هاي اللي يدر بيها المصطفى الكاظمي، هاي 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 اثنين. شغله ثانيه، الاعداد مو مثل قبل حقيقه لله. ليش؟ بسبب وباء كورونا، يعني هواي عالم تتخوف، لا وين كانت قبل كورونا؟ وين كانت الاعداد؟ اي هاي هلا حبيبي. طبعا احنا قاعد يسوون تفاوض بيننا وبين الحكومه، خيمة حياد وهاي السوالف، احنا كمظاهرين وكناشطين ما نتفاوض. خدمتك والله. لا اللي اقدر عليه ما قصر. والله اللي اقدر عليه. ابره مال ابو الجهال ب 200 الف مال نزف مال عينه. اللي اقدر عليه ما قصر. تعال شوفه خرابه، هاي الجريديه ماكلتنا، الله شاهد. وحق هذا الله. الله شاهد. نعم والله اللي اقدر عليه. بالصدريه بيتنا بالكفاح. هذه معلومات تشمي وانا خالص. بس كاتبه اسمي واسم ما كاتبه الصدريه فجوه قلبك. طبعا نفس ما قلت احنا كمظاهرين كناشطين احنا ما نتفاوض، لا خيمه حياد ولا غيره ولا نادي الصيد، احنا ما نتفاوض على حساب الشهداء. تدو تتفاوضون روح للشهيد، روح طلعه من قبره وتفاوض ويا شي يقول نرجع ابقوا ما تجيني لو تجيني الناس تتفاوض، احنا ما نتفاوض على دمهم ومال انتوا باقين، احنا ما راح نبقى سنه سنتين ثلاثه ما عندنا شيء نطلعكم وننظفكم من هاي الحكومه. نفس ما قلت يعني نبقى سنه سنتين مو مطلعكم من هاي الحكومه، واذا الشعب حاط ايدنا الشعب صار ايد وحده الامر يصير اسهل، بس اذا هذا تابع لهذا وهذا يحب هذا وهذا ولاء لهذا وهذا يقول هذول مخاربين هو ما جاي للساحه وشايف رايح يصدق لي بالاحزاب ويصدق لي حكيهم، احنا ولي السفاره احنا جوكريه شايف شو مفجرين شي مكاتلين شو مسوين احنا؟ لحد الان مستمرين على سلميتكم؟ لا احنا سلمينا ست جاشي شوف ساحه نظفناها رسمناها شجره اعلام خلينا، يعني هاي جوكريه هاي ولي سفاره سوت سلمين. تحياتي وسلامي. حجيه شلونك اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. راح جنوبي يا يمه. نحكي على حقوقنا اللي رحنا وتبهدلنا، انا ما عندي بس الله وعدي هذا ولد مهزوم ونحكم حكم ظلم. شاهد المصطفى الكاظمي
يعني ما يصير. هم مساجين تعبانين، هو مريض عنده السكر عنده كل شيء، وانا مرض جنوبي وما عندي الراتب قليل، يعني التقاعدين جاي يعطوهم 10 ملايين واحنا ما عندنا، وناس هواية شباب قاعدة بطالة، الناس راحت هواية شهداء. حكمهم هيجي لا على البال ولا على الخاطر، خذوهم من بيت عمه لا ماكل ولا شارب. والله شهد هذا موسى بن جعفر، وانا مرة ما عندي على هالرعاية 200 واجي بيه، وانا مرة مريضة وجيت بالمظاهرة مسجل التاجي، وانا مرة مظاهرة طلعت يوم 25 هاي ايدي مكسورة انضربت على جسر الجمهوري، هم حقوق ماكو، كلها طارت علينا. يعني مو بس انا احكي، احكي على هاي الامة، على الناس الفقرة، على الناس اللي رواتبها ضعيفة، يعني مثل احنا رعاية، وانا هم امك وانا امهم عراقية، هم ضحيت بيوم 25 وانضربت وصوبت بعيني بالمال الدموع. اريد من المصطفى الكاظمي بس يعاين على المساجين على المظلومين، يعني ما يجري المجرم يطلعوني الكاتل يطلعوني. يا امي فدوى العينك، اريد موسى بن جعفر. انا ام تعبانه غاليه يوم، والله ام تعبانه، ما عندي والله جد فيها من ناكلينا جاد الله، ما عندي بيت لا عندي لا شيء، كل شيء ما عندي بس الله والكاظم بس عين علينا الريم. انا نقول مصطفى الكاظم شويه زيد خلي عين علينا، انا ام عراقيه مضعية من كل شيء انا، والله كمان نجي بيها قوة اللي جاي عجل الماجهة، وهسه ممنوع الماجهات علينا، ماكو ماجهة. اريد اشوفهم 10 اشهر ما شايفة ابني بسكر مريض وعلاج ما عندي اطي، انا مرة مريضة والله يا يمه، والله تعبني. بس ما تصوري العراق ايش صار، مع الاسف العراق صار هيك. اشكرك يمه. انا اسف راح اختم لانه بصراحه لا انا عندي موضوع حلو اسمه بس باختصار في الديوان. باختصار اولا احنا ثوار الديوانيه الله يحيي اصلك، كل المحافظات من جات تدخل جات تعرقل عمليه دخولها. مصطفى الكاظمي السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه انطى امر وقال القوات الامنيه لحمايه المتظاهرين وتسهيل امر المتظاهرين. اليوم اللي جاي نشوفه عكس هذا الشيء جذريا، يعني احنا بسيطرة الدورة نزلونا قالوا تمشون ترجعون ماكو، فعبرنا مسافة طبينا عساد الثاني واجينا مشي، بعدها سيارة تقدمت صعدنا، يعني قمنا نلعب شلون مطاردة، يعني كل سيطرة احنا ننزل قبلها بعشرين متر او 30 متر او نطلع عساد الثاني نمشينا فد 500-600 متر يلا نصعد. اخر ختام يم جامع ام الطبول، هذا سيطرة مال الجيش الفرقة العاشرة اعتقد، وقفونا فقال انتم منين جايين؟ قلنا احنا من الديوانيه. قال اطب قولي على صفحه هوياتكم اخذ الهويات. قال انتم شنو جاي هنا؟ قلنا له جايين للتحرير. قال فر السياره ارجع ممنوع. اكو ضابط برتبه عميد. قلنا له يابا احنا متظاهرين وحقنا بالدستور. قال لا تحكي لي بالدستور، تفرها لو اعتقلك نصا، تفرها لو اعتقلك الضابط برتبه عميد او لواء ما منتبه له. الله يسلمك يا عمر. بس هاي المشكله جاي نعاني بها كل المحافظات. احنا لحد الان من البارحه بالثنتين بالليل او من البارحه العصر لحد الان قوافل الديوانه جاي تجري التحرير، رغم كل شيء جاي نمشي مشي جاي نتعذب، وفوق هذا يهيننا الشرطي او الجندي يهيننا يذلنا ذله اعتقلك لو ترجع. نعم مشاهدينا الكرام، طبعا تحدثنا بشكل واضح مع الاخوه المتظاهرين، مع من طالب بحقه بهذه الساحة العام والسنة يجددها، وبالتالي هذه أبسط المطالب اللي ممكن نسولف عنها. البلد العراق ما محتاج، يعني ما محتاج أنه واحد ينطي مبالغ مالية وغيرها، ما محتاج أنه ينطي أشياء هو يمتلكها العراق. العراق كان اللاعب الأساسي بالشرق الأوسط سواء بالسياسية الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، فبالتالي كل الرسائل اللي سمعتوها هذا واقع حال ناس موجودين على أرض الواقع، وإحنا نسولف بشكل واضح وأمام الناس جميعا أنه كل هذه المطالب هي مطالب حقة، وبالتالي كفلها الدستور وكفلها القانون. تقبلوا تحياتي وسلامي لكم جميعا، والرحمة والخلود لشهداء العراق جميعا، ونتمنى أن تكون حياة المواطن العراقي أجمل وأسمى من ذي.
تحياتي لكم انا احمد ركاب وزملاء اللي يرافقون اليوم المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى. نشوفكم باكر بخير وسلامه، الى اللقاء.